احتفلت جمعية محبي شباب الريف الحسيمي بأوروبا بالسنة الأمازيغية 1969 مساء يوم السبت 19 يناير 2019 في أمسية فنية مميزة أحياها كل من محمد نوميديا ميلودا الحسيمية أوركسترا دليلة بالإضافة لفنانين آخرين وتفاعل الأمازيغ بلجيكا وهولندا مع هذه العروض محتفل بيوم الأرض في جو أخوي ونضالي حيث ترددات مجموعة من الشعارات كالحرية لمعتقلي حرك الريف أجواء التنظيم كانت محكمة لكن مع سوء اختيار القاعة جعل الحفل فيه بعض الفوضى خصوصا على مستوى الصفوف الأمامية لكنها كانت ليلة أمازيغية مميزة للاحتفال بهذا الرأس السنة في بروكسل كيف كتعرفوا على الجالية الأمازيغية يعني كبيرة قبل كنا كنضموا في هولندا ولكن هذه النسخة الأولى إن شاء الله الاحتفال بهذا الرأس السنة الأمازيغية اللي هي عندها واحد الدلالة كبيرة عندنا عند الأمازيغ وعند الشمال البلدان شمال أفريقيا بصفة عامة لذلك اتفقنا مع الأصدقاء ديالي علاش ما نديروش واحد الحفل يعني نجمعوا فيه جميع الأطياف يكون واحد حفل متنوع في جميع أطياف الموسيقية أنواع الموسيقية يعني من الشعبي من الريفي من الراي يعني هذه يمكن اكسيبسيون درنا هذا العام وإن شاء الله غتكون مناسبة قادمة غنحتفلوا من رأس الأمازيغية في نسخ متعددة الحمد لله الأجواء غدا مزيانة والتنظيم كان يعني في المحل ديالو تبارك الله وعارفين علاش كاين التمازج ما بين العرب وما بين الأمازيغ وهذه ثقافة مغربية جينا أنا كعربي أنا عربي نص نص الحمد لله جينا باش نشاركوا باش يتألف ما بين الأمازيغ والعرب راه يد واحدة إن شاء الله وكلنا إن شاء الله كل عام وأنتم بخير جميع الأمازيغ اللي موجودين في العالم كنحيوا الجميع ونحيوا اللي حضروا معنا وتبارك الله السهرة دازت في أحسن ما يرام المناسبة غدا سبحان سكواس أمازيغ 1969 الفنانين ديوين سبحان دي سبحان جاي دير المغرب جسام ولكن للأسف التنظيم أخميقا نقيش مورا القاعة وتجبد المستوى نتمنى يوم نغني باش هذيك السمانة يا ربيع الاعتبار هذه شي حاجة التنظيم شي حاجة مشى الناس أن إذا نكسر شي حاجة غنظهر شني مازيغ باش غنسقع لي مازيغ ولكن للأسف على حسب التنظيمه حيت ما نسوز القيمه نقتازي من نسقع بمناسبه تبارك الله عليهم زعما ما عندي ما يتسال القاعه عامره وكل شيء نشط كل شيء فرح ما عندي ما يتسال تيش غاسن بازري في ماني مجان حتى وين العز السلام عليكم الخوت الله ممكن تعطينا ارتسامات ديالكم على الحفل كيفاش جا الصراحه حفل زوين وكنشكروا الجمعيه اللي كتنظم هذه الامسيه وكنشكروا الفنانين اللي الصراحه داروا واحد الابداع في هاد الليله هادي كنشكركم نتوما حيت كتصوروا هاد الشيء وكتصوروا هاد الشيء شكرا الاخ انت دابا ممكن تعطينا كيفاش جاكم الحفل الارتسامات ديالكم كيفاش جاكم الحفل بالريفيه ولا العربيه بالريفيه الا بغيتي تعرفيش مريخي عشوا صوت تاس وتمنى غادي يستمر مريا كل ما استعوذ منه ومن يا غادي هو يا عشوا ما صوت تاس vous pouvez nous parler de votre participation aujourd'hui ce soir aujourd'hui nous avons surtout fait des danses amazigh donc d'Algérie et du Maroc où la culture amazigh est une culture très riche En tout cas, du point de vue de la danse, j'ai beaucoup voyagé au Maroc et en Algérie pour rechercher les danses et c'est jamais fini. Il y a toujours des nouvelles choses qui ressortent parce que chaque village a un peu ses caractéristiques et son style et c'est passionnant. Et comment vous avez trouvé aujourd'hui la communauté marocaine, la communauté amazigh qu'est-ce que vous pensez Il y a vraiment une très bonne atmosphère, c'est vraiment... J'aime l'ambiance et la culture, la danse, la musique, c'est magnifique. Azul Ramgnas et Marra Yenit Ban Al-Kana Yadanita. C'est mon essai de Nahara Yabkran, Nahara Yetafel, les Mazirin, Gmadal,
مناسبة أسكواس أمينو السنة الجديدة أسكواس أمكاز إكيد جان دي جن المحطة دي النضال إمازيغن دي شمال إفريقيا نهارا ضم قران غاي مازيغن تفل دايس مرة رواشونات سواء دي المغرب نيخ دي الجزائر دي تونس دي ليبيا دي مرة دي مرة موشان الاحتفال السنة الأمازيغية يعني السنة غاس الارتباط إك ذموات غاس الارتباط إك من طارو ذموات وكذلك غاس إجن رمزة تاريخية تعقب غاجن 950 سنة قبل الميلاد والسيتم أديرين أسكواس 1969 هذه ديجو سكواس إشنا إمارة إمازيغن تمازيغين هذه ديجو سكواس نرخيا إجو سكواس نسيلم إجو سكواس هذه استقاعد تمازيغ أطول غمارة من تمنى أطول تمازيغ أزول أزول ضم قران مغناس تمغناسين إيجي جان ذيتين غروبا إتنا غالن الحقوق نعرف خيث تلنا نش المرة الثانية تسمى وش اثنين يدوسي على بروكسل هذا مسوارو تقال 2017 حفل توقيعي البومينو اك عيسى تسمى سقط راسي جواز والله مقرن سيتين وش اثنين المشاركة ثانيتين اك الجمعية شباب ريف الحسيمة يا عشبين حارة الطاس سيتي مغاس اني جنت هو طم قرات وتفاعل الجمهور يفاجئي تسمى كيلو قاد زريم الفارجوم السلمين يجال عشبين حارة الطاس وستي موتس بعض الورد وسترثا وتقدر الموقع اولتين ميلو 24 تقدر شكون سيتي مغا هو المسيره تصبحات ان شاء الله سيتي مغا سيت جمعيه ثانيتين غير التنسيقيه تسمى خلينا غير خبك التنسيقيه جالسا هذا هو 68 خشيت اسم الجمعيه في ذي اللي سيتي مغا تسمى كاين شي حاجه تفاصيلتين شي القاعه طم قرات في بسرايين ما هو ميلو غير عجبان حاله الطاس وتقاضي مغناجي ديوسن ثالثين ميلودا فؤادي ثبان ناريف المهم معرض كل شيء المهم جمعية ثلاثة ستة مغاسي جتونة طمقرات يجواز وضم قران يمسي غنى غيتين يتعيش القروبا مالي مالك وما ظل كمر قاسن أسقواس ذا مينو ذا مقاز وستي مغ بزاف بزاف صراح المعتقلين إقراحا تسمى خرحق خثوذات خمس روي ناريف تنمرض قبل ما تخرج ما تنساش دير لايك الى عجبك الفيديو وإلا بغيتي تبقى توصل بالروبورتاجات حول الجالية المغربية في الخارج دير اشتراك للقناة مع تفعيل الجرس mero24.com بوابة مغاربة العالم